إطار فرض الحجر الصحي في العاصمة وبعدما شهدته الأسواق من خرق لهذا الحجر في الفترة الأخيرة، كثفت الوحدات الأمنية والعسكرية في نسق حملاتها الهادفة بإلزام المواطنين بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي العام وحظر التجول وفق ما تنص عليه اللوائح القانونية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية للصحة العامة. كاميرا الجنوبية رافقت فرق من الشرطة البلدية والبيئية ووحدات من قوات الأمن والجيش الوطنيين في بعض الأماكن بالعاصمة، والبداية كانت من سوق باب الفلة والسباغين، حيث تمت تفرقة المواطنين وإلزامهم العودة إلى منازلهم للحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، كما تم إغلاق المتاجر وحث باعة الخضر والغلال على العودة إلى منازلهم، خاصة وأن هذه المنطقة شهدت اكتظاظا غير مسبوق في فترة الحجر الصحي. يحمينا كنا يا ربي، نبكي انا نبكي ليل ونهار. الله غالب، حاشت ربي هذيا، حاشت ربي. ربي قدرنا الخير وربي يعطينا الخير يا ربي يا ربي، بركة رمضان في ذيل يا ربي. ربي يعلم بيا بحالي، رجلي ميت ومش قادرة، وربي يعلم بيا حالي وربي ينوب علي على متي محمد. شدة في الله، كيما يعطيني شي مش يعطيني العباد نطلب ربي يعطيني. الزوالي هذاك هو عيش، ناخذ في 200 دينار وعندي ثلاثة بنات في رقبتي وعندي بنية في رقبتي عندها وليد صغير.
شد دارنا لازمه، معناها لازمه كيما احنا نقولوا، واضعف الايمان شد الدار. اما اليوم احنا عندنا بحث علمي نصرفوا عليه في صفر فاصل، وفي العالم اجمع، راهو ماهيش هذا في تونس بارك، في العالم اجمع الـ يصرفوا على التسلح من 70 الى 80% من ميزانيه العالم. والبحث العلمي اخر حاجه يفكروا فيها اليوم، صحيح نسدوا دارنا، اما البحث العلمي اليوم في العالم اجمع الجرثومه ارقاد ثغره قويه باش تدخل مع الناس بحث علمي. اكل كرنين تاع الفاكسينات اللي احنا صغار، هذاك تعمل بعد الحرب العالميه الثانيه. اليوم فما دي فاكسان جديده، التوا صغارنا ما نعملوا في لي فاكسان، سكي في حكامنا في كافه انحاء العالم ما همش قاعدين يخسروا على البحث العلمي، حاسبيننا كعبيد، ما همش حاسبيننا كعباد، يصرفوا على التسلح باش يسيطروا بنفوذهم، ماهوش للمجتمع الدولي. وتجدت هذه اثناء الحرب البارده ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، عملوا لنا الفاكسان، بعد كي انهارت الاتحاد السوفيتي رجعت حليمة الى عاداتها القديمه. نفس المشهد تكرر كذلك بمنطقة الكبارية التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما دفع بالوحدات الأمنية والعسكرية إلى إغلاق المتاجر والسوق ودعوة المواطنين إلى العودة إلى منازلهم للحفاظ على سلامتهم. المشهد تكرر كذلك بمنطقة الكبارية التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما دفع بالوحدات الأمنية والعسكرية إلى إغلاق المتاجر والسوق ودعوة المواطنين إلى العودة إلى منازلهم للحفاظ على سلامتهم.
بعد أن تم إغلاق كافة المحلات وسوق الخضر والغلال بمنطقة باب الفلة والسباغين، انتقلت فرق من الشرطة البلدية والبيئية رفقة الوحدات الأمنية والعسكرية إلى منطقة جبل الجلود، أين تم تفريق المواطنين وإلزامهم العودة إلى منازلهم، كما تم إغلاق الأسواق والمتاجر. انا كي جو علموني قالوا لي السلعه هذه انا باش نغطيها، باش اقعد لي اربع ايام وخمس ايام، انا شو باش نعمل لها؟ يا عندي زو صور دي نخدم بها، انا كي باش نطيش هاي صورها السلعه، انا ما علمونيش وقتاش باش نسكر وقتاش باش نسلع، فهمني يفهمني عايش خويا. لا قالوا لي انا نص نهار، دقيقه بالله خلينا نكلموا، لا قالوا لي انا نص نهار، لا قالوا لي لستر نهار، انا جوني تو قالوا لي غطي وما نعرفوش وقتاش باش نحلوا. يا هل ترى السلعه هذه تقعد لي جمعه ولا جمعتين؟ انا يا باش نطيشها، انا بخذها باش نقعد باش نطيشها. علاه جونا تو؟ علاه ما يعلموناش قبل بنهارين ولا ثلاثة أيام؟ هي يعلمونا خويا، أنا بفهم، أنا علموني هذه تو أنا غدوة. علموا عليكم. ما علموناش، أقسم بالله لا علمونا، فهمني وقتاش باش نحل أنا؟ السلعة هذه ما تقعدليش، باش تخمز لي باش نطيشها، باهي أنا وقتاش باش نحل؟ تو كي جيت نسأل فيه، قال لي تفرج في التلفزة، باش نقعد نهار كامل قاعد قدام التلفزة، وقتاش باش يكلمونا يقول لي علموني. ديما حتى نص النهار، من 6 تصبيح. ما قالوناش نص نهار، إيش خاص كانوا يقولوا لنا نص نهار؟ تو نخدم من الصباح النص نهار ونروح، على راسي وعلى عيني، نطبق القانون كي العباد الكل، أما ذا قال لك سكر جملة واحدة. إجا فهمني السلعة ذي، إجا خويا إجا صور يرحم بوك، شو باش نعمل لها السلعة ذي؟ فهمني. يا هل ترى فول يقعد جمعة؟ أهو الفول في الكلام. هذا باش يقعد لي جمعتين، هذا راس مالي شي قرابة 600 ألف، هاني باش نطيش هذا كي باش يقعد لي 6 أيام ولا 5 أيام، كي جيت نسأل في سيد العون، قلت له وقتاش باش نرجع نخدم؟ قال لي ما نعرفش نتفرج في التلفزة، أنا شو باش نعمل له؟ طرناطة فولس باش نعمل لها باش نطيشها؟ كلمني خويا، ما حب يعلمنا حد، والله يقسم بالله باش نطيشها. باهي تجاوب، أنا نسكن في جبال الجود هنا. هو قال لك ممنوع. نهز بعض الدار نبيع. انا ذي عليها اخذ من نقص التجمعات. ليه ما انا ما نفهم المرض. اي نعرف عندك الحق. لما نشوفوا العباد ممدوده في الشوارع. خاطر كي تشوف انت من. على الاقل نص نهار. شو نص نهار؟ هاني قلت لك فما حل راه الحل تمشي في حومتك بعد الدار. انا جيت اكلم فيها. انا اعطيتك انا الحل. يرحم والديك. انا اعطيتك الحل. نهز بعض الدار. نهز بعض دارك بيع بعض دارك. ناقصونا من التجمعات هذي. راه مانيش قطعت رزاق احنا راه هذايا نعملوا فيه حفاظ على صحتك انت وصحتك انا وصحتك تونس الكل راه. اما انا قلت وقت باش نبيع هاني عطيتك حل. الحلول موجوده راه الحلول موجوده الاسواق اليوميه هي هذه الكارثه راه مسببنا في كارثه في تونس راه. راهي باش تخمس هاني قلت لك عايش خويا اسمعني عايش خويا شفت التجمعات هذايا راهي مسببنا كارثه كبيره من بعد لا باش ينفعك فوق ولا باش ينفعك تصل ولا باش ينفعك بطاط راهي صحه الانسان ما تشريش بالفلوس. احنا الهدف نتاعنا الصحه نتاعنا حمايتك انت وحمايتي انا وحمايه الناس الكل راهو هدفنا راهو. قال لي ما تسلعش اقسم بالله انا نمشيها المرشي وانا نسلعها ما قاليش ما تسلعش. احنا تو هو هذا صعب باش نبداو من الاول هو انت صفوضوا باهي باهي اسمعني باهي
شفت التجمعات هذيا راهي سبب في المشاكل الكل. قالت كما خافوش على رواحنا. اسمعني شكون اما خير نقعدوا هاي كونفينمون هالحجر الصحي نتاع اللوفان ونسكروا على رواحنا ولا ترسينا للصيف؟ اختار انت اختار لا انت كمواطن تونسي اما خير نكملوا اللوفان الحجر الصحي ونسكروا على رواحنا ومسالوا نستحملوا بعضنا شويه اي مسالش ترسينا للسيف ولا بعد السيف. تو كان جاو نقولوا دواء الوباء هذا تو نقولوا صحيح اتمنى وارتحنا. اما الدواء هذا لا عنده لا دواء امريكا وفرنسا وايطاليا ما نجموش مش يحاربوا فيه. شويه منا وشويه منا عندنا سلاح باش تطيش راهو هذاك علاش فهمت هذاك شو اللي تكلمت قلنا له راهو عمره حد ما يموت بالشر نبدا واضحين وعمره ما ثم تونسي يبات بلا شيء. نعرف الناس كلها خيانة. لا 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 وانا يلزم نخدمه في البطحة على خاطر باش ناكلو يلزم ناكلو راني كارية كان الرئيس قول له يا سيد الرئيس رانا كراي مش شوفنا ايش شوفنا من داخل قول له ايش شوفنا قول له رانا كراي مولاد الدار ما تصبرش على الكراي الماذا ما كان يحكي معاك طبعا ما خير من هنا النهار 20 ولا تموت الناس كل لا ما نموتوش الناس الكل ما نموتوش ما عاش تخدم مش كل يوم نص نهار قال لك من اليوم ما عادش يخضر على الضرب هي وصلت هذه شنو عملنا انا تو والله اللي في بالي فيه انا متى كل يوم حطكم نص نهار قال لك من اليوم ما عادش تضرب حتى ضرب اخويا مو عارف فهمونا تو فهمونا خلينا نعملوا حل يا اخويا كيفاش شنو عملنا لها السلعه هذيك انا نزلناها بو صغار مكرم الحجر ولادي يعني. علامه تندي من سابوك شنو اخويا هو قال لك من اليوم ما عادش تضرب حتى ضرب قال لك من اليوم ما عادش تضرب حتى ضرب مش كل يوم نص كان جا كل يوم نص نهار تاخذ نكملوا سلعتنا اخويا اما هو قال لك من اليوم ما عادش تضرب حتى ضرب هي انا كيفاش خليها نهار ثلاثة باش نلقاها صابون هذيك. لا تنشوفوا حل لازم فما حل. هذيك عملوا لنا حل يا خويا الاخر كل يوم نص نهار ملعب كل يوم نص نهار نخدم يا خويا. وعلى الاكتظار على باش العباد ما تسخش بعضها. خويا احنا باتين دمر سوق بلدي احنا راه مش عندي باتين دي برخصتي خويا. خير معناتها حدكش نهار 20 توفى الحكاية هذيك. اعطيني غدوة ساعة برك نكمل بها طرف السلعة وما عادش ننصب يا خويا. نكمل ساعة الاخر نكمل بها سلعتي خويا. هي تو هذيك تخليها نهار ثلاثة لوحنا في الزبلة. نضر انا وسته صغار وكاري شو نعمل لك سته صغار وكاري هذاك فهمتي وانا نخدم معاه عندي امي في كفالت وعندي ديني وكاري وما زوجه بربي ونهارين قالوا ما تخلصش المال هذا به رسمنا هذا اقسم بالله متسلف منه متسلف عند عباده قلت لهم انا قلت لهم انا ولادي يا خويا ها تمشي لحرقهم خليهم يا خويا علمني يقول لي من البارح انت يقول لي ما تسلاش يا خويا شو مش تعطيني انت نجيك تعطيني كل يوم حليب ويوغورت ومكرونه كل كثير نورمالمون يعلموهم ما نعرفش نعلموهم ما علموهمش من يوم ما عشت زدت شي نحكي ما يحكي معايا ابن عاشر وافي مش يهودي انا نعرف مرض نعرف الدوله علمني كي تلقاني اذبحني يا اخوي علمني كي علمني تقبل بنهار قول لي غد ما نمشيش عندي 5000 فرنك خليهم للولاد صغار حليب ويغورت وانا ما نجيش وقت نجي عفس لي على راسي واذبحني اعدمني يا خويا شو تجيني تو سكر لب سكر لب اضرب جيب له التراك تقلب شو تجيب له التراك تقلب عليه رزق يهودي ها هاكا يعملوا فيها تو هذيك مثلا هذيك باش ياخذوا مثلا كيلو بدينار باش يبيعوا ب 1200 غدوه مازال باش يقعد له هذا سمو كاكا ليث ما عادش يصلح لو حب الزبله تعرف ليش ما خذها هذه اليوم انا كبرت في مارشي بلو بلفي فرانك قديش توعد هذه قول انت عايشها ولا يا خويا اعلم ونسكر واضح بار كيري اتفرج هذه مدانينا باش تفسد هذا تفاح باش يفسد هذاك قارس هذاك عسير تجيك سولات كي ما كاش باش تحكي معاه لحظه بركه باك يجيك الحاكم مش باش تحكي معاه نحكي معاه نلقى روحي في بوشوشه ناكل في الرشت هاش فيش كل يا حليم استني يرحم ودي شوف بجاه ربي شوف الشقف شوف السلعه كيفاش مفرد تكلم تاكل الدبوس ها قدامك تاكل الدبوس صورها اخويا اخويا انا عندي 6 صغار وكاري ب 350 فهمت وما عنديش ولادي بطاله راجلي بطال مريض عمل عملية وانا تقولوا لي شدي الدار هاني قعدت في الدار لا عندي ماندا لا عندي كارني ابيض لا كارني اصفر لا احمر هذا من الاخر ها نبلغ صوتي للسيد الرئيس قول له يرحم والديك اعطيني حتى قنار ودجاج واعمل لي شهريه الاخر ناكل انا واولادي نمشيش اللز ولادي مشيت ما اعطاني حتى حد لا عندي لا كارني لا ابيض لا احمر لا اصفر عندي كان وجه رب وانا سته في العيله منين باش ناكل ومنين باش نشرب نصبه هوني نصبه
ها يا فيها دجاج وبطاطا اخضر، هذيك هي اللي عندي قسما بالله خذيت ب 50,000 هاني هاوني واش ملمده منها خسرتها الكل. علموكم قال لكم سكروا نص نهار. قالوا سكروا جمله واحده. أربع أيام ولا خمسة أيام قسم نمشي نسرق أنا وأولادي. يقول لي شو جملة واحدة حطكم نص النهار عليه؟ لا قال لك معناتها أربع أيام سكروا. أربع أيام؟ ها أنا ما زلت عملت هاك الطرف البطاطا هذيك يا خويا نمشي نجيب. قول لهم يرحم والديكم هاني نشوف فيها. الرئيس كل يوم يتكلم يا خويا إجت قول له حتى تفرق في الإعانة وتعطي في الإعانة قصي وتوري فيها في التلفزة يعطوا فيها بالوجوه. ما وصلنا شيء، ما وصلنا شيء، قسما بالله ما وصلنا شيء. اسمع انت قلت ما عندكش كاري لا اصفر لا ابيض. امشي المعتمد، المعتمد قيد لك اسمك. حتى كي نمرض انا ولا واحد من اولادي ولا راجلي نمرضوا حتى للي نرتاح. مشيتوا المعتمد؟ يا ودي مشيت ما بوش يعطوني. قيد لك اسمك ما عندوش حق. ما بوش يعطوني، تي هما ما قيدوك. يعطيوك قيدوك وبعد يعيطوا. ما حبوش يعطوني واللي عانى يعطوا فيها قسما عظما يا ربي تشهد عليه يا ربي تشهد عليه يعطوا فيها بالوجوه. كان عندك ويوري السيد الرئيس نخزر له محملها الكردون على ظهره وهازها وكلتها الكل الصحاح ونحن ما وصلنا شيء لجبل الجلوب. صوتكم سر. علمنا حتى شيء لا علمونا في الاذاعه. جاتنا اليوم الشرطه الصباح قالوا لنا خويا كملوا الغدوه ما عادش تنصبوا تقريبا باش نعملوه لكم اسبوعي. ما عادش تنصبوا جمله. ما عادش تنصبوا. ها مشاو قبيله رجعونا تو هك تشوف تنصب كليك فرغه الزوالي ايش بشكل الزوالي. وين باهي وين اللي عانيت اللي باش يبعثوا للعباد الزباب ولا ويني يجي تنوري لك يجي تنوري لك في قرنينه يرقد مع كلاب وقطات حاجاك ما ثم شيء. وصل لكم شيء؟ لا هنا ما وصل لنا شيء. قال لك اعمل هاك الاوراق وبطاقه تعريف ادفعناهم انا نستنى في رحمه ربي كما يقولوا فيها. يرحم والديك تلقى شي حاجه تصلح شي حاجه كلها صحاح يا معلم كلها صحاح بالضبط. انا نحكي لك من الاخر مارشي تو عنده 17 سنة هك 17 سنة هكا معلم ما حبوش يرقلوه. عايز من 82 باش يعطونا الديار وما عطونيش. كل عام يطلع اسمي ما عطونيش دار. اللي مات الراجل ما عطونيش حتى دار. وقبل خذوا منا الفلوس راهو قبل. اي كورونا مانا مالنا احنا كري باش نخلصوا كرينا. نحكوا على المصيبة اللي نحن فيها تو مبدئيا. نحكوا على المصيبة اللي نحن فيها تو باش نجنبوها ونحافظوا على صحة المواطن. ومن بعد نحكوا في المواضيع الاخرى اخويا توا كيما السيد هذايا عنده 200,000 مش عمل بها نصبه يجي له مش يقلب له مين مش ياك تو مسلفها 200 دينار كي تجي انت تعمل له بالاسلوب هذايا من بعد ايش باش يعمل هو؟ دي في بالي تجمعات نحن العباد هذيا صحيح تجمعات وثم اسباب اخرى زاد التجمعات صحيح نحن موافقينك على التجمعات. انت علاش خارج انت؟ ما خارج تلوش على قوتك قوت صغارك فهمت بينما الاخر عنده قدس فريج دار معبي باللحم كل شيء موجود عنده وغيره اللي ما عنده شيء بليكاتوار عليه يخرج بالسيف عليه يخرج. انا نعرف كي يسكروا المرشي العباد هذه اللي قاعده تسقط بالمرشي فهمت ولا شو باش يخدموا؟ شو باش يمشي ياكلوا؟ ياكلوا الحجر ما ياكلوش باش ياكلوا الحجر كان ياكلوا الحجر الله ما يسالش شو جاهم اليوم قال لهم غدوه ما نحب نلقى حتى نصبه لهنا باش يلقى مين مش ياكل؟ إذا هما ياكلوا فهمت في كل شيء في الورق وفي المناني وكل شيء يحل في الجدار يلقى كل شيء والزوالي شبش يلقى؟ فهمني شبش يلقى أنا؟ أعطيني كلمة أنت كلمني. مش معقول جملة واحدة، مش معقول هذا ما نقول لك. Thank you.
وريني الجليل فاسد هنا. مش فاسد مش فاسد. هذا جيل، هذا جيل يستعمل في اتيكيت نتاع ماركه اجنبيه، يعني هو يصنع فيه لهنا كانه يعني البرودوي مورد، فهمت؟ هو مصنع يعني لهنا بدون مواصفات، ويعمل يصنع في برشا حاجات الله اعلم شنوما، ويصنع في مواد نتاع علفة وفي مواد اخرى في نفس المخزن بدون مواصفات وبدون الاتيكيت ولاصق حتى لو هذوك الاتيكيت حاضرين هذوما اللي لصق فيهم على ورد باب. هذه متابعة من المواطنين اللي يسكنوا في المنطقة هوني، انتبهوا أنه فما عملية تسويق وتصنيع حاجات مواد شكوا فيها. وصلتنا المعلومة من نهار 8 أفريل، تبعنا الموضوع كبلدية وأحلناه للشرطة العدلية وللتجارة اللي اليوم جات وفتحت المحل، وشفنا السيد يستعمل في مواد مش معروفة ومواد مش ما فيها حتى مواصفات لصنع الجيل ولصنع مواد أخرى متاع علفة للحيوانات وكل شيء، ويروش فيها باسم شركة فرنسوية، يعني على أساس أنه المنتوج جاي مستورد وهو مش صحيح، ما فهم حتى مواصفات. نشوفوا اللي حتى آلة الخلط اللي خلط بها آلة الديسبرسور، نشوفوا اللي هي مصدة نشوفوا اللي هي الآلة مصدة، اللي المفروض هذه في المصانع متاع الجيل تكون اون اينوكس، فهمت؟ اينوكسي دابل. نشوفوا اللي جديد هذاك لونتيروي عندها افي على الخلطه هذيك اللي خلط فيها، يعني المواد بدون ماهيش مطابقه حتى المواصفات. المشكله انه السيد اللي يشتري المواد هذيك يجم يكون ما عنده حتى قيمه وحتى فاعليه، والمواطن ماشي في باله اللي هو نظف حالته واللي هو بعد على الفيروس، الورك هو ما في الحقيقه ماهوش محمي. يعني هذم كما نقولوا مش هذا يعني جريمه في حد ذاتها، جريمه في حق المواطن، جريمه في حق اللي يجم يقتل الناس انه يستثيقوا بالمواد جايه من فرنسا ومن شركه اجنبيه وهي مواد بدون فاعليه. هذه المواد اللي يستعمل فيها للخلطه، هذه المواد اللي يستعمل فيها للخلطه، هذا نعرفوه كولورون، سي تان برودوي كولورون باش يعطي الكولور نتاع الجيل، فهمت؟ دونك يخلطوا ويخلط بالفازلين اللي نعرفوا احنا نورمالمون الجيل هو يتخدم بالجليسيرين وبالالكول ومواد اخرى، وباش يعمل في عوض الالكول يستعمل في مواد هذه بارفان، وكنت تشوفه يشري فيه بارفان صبه ما نعرفش منين يجيب فيه. يعني مع العلم انه زاد كما قلنا عنده مواد نتاع العلفه للحيوانات، عنده مواد اخرى فيها فهمت فيها دلاكسيد وفيها مواد خطره لهنا محطوطه. هو قبل كل شيء لازم نفهموا اللي المعمل المكان هذا مكان في مكان سكني، يعني فيه مواد خطره تجم تكون لا قدر الله متفجره ما نعرفوش، فهمت؟ من بعد تو باش تجي المندوبيه الجهويه للصحه باش تعاين المنتوجات هذه وباش تعاين يعني المواصفات نتاع وهذا، وباش نقوم باذن الله بتتبع عدلين، وباش تاخذ الاجراءات القانونيه مجراها، وباش يتسلم الشرطه العدليه سي سهيل هو اللي باش ياخذ المشعل من عندنا. من بعد نشوفوا هوني اللي فما برشا تيكيات مصنوعه هوني في تونس، يعني مصنوعه باسم شركات اجنبيه، تشوف اللي زاد نقراو لهنا اللي البرودوي مصنوع في فرنسا في بو لي زالب ماريتيم ودستريبي بار لا سوسيتي تونيزيان، يعني هذا تمويه للمواطن ان البضاعه اجنبيه ذات جودة عالية واللي تونسي هو موزع فقط الارك هو اللي صنع فيها هو اللي يخدم فيها، بنى فورمول بنى طريقة بنى مواصفات الله أعلم، سيتم الإجراءات والبحوث توا تجيب النتائج هذه والتحليلات. ما نعرفش علاش المواطن يلزم احنا في حرب وهو يحب يستغل الحرب هذه باش يخرج فيها بطل وباش يولي من أغنياء الحرب.
وهذه ما كما قال رئيس الحكومة يعني هو الاحتكار يرتقي إلى جريمة حرب، فما بالك هذا مش احتكار، هذا يجم يقتل الناس، فهمت؟ هذه جريمة كما نقولوا الشرطة العادية كيفاش تقولوا مع سابقية الإضمار والترصد. المواطنين هم اللي بلغوا عليه، المواطنين فما مواطنين يبلغوا وصلوا المعلومة للبلدية، فهمت؟ اليوم والحمد لله نشكر جميع المواطنين اللي كيشوفوا في حاجات يعني غير قانونية ومرتابة يعني كما الاحتكار كما التصنيع هذا، مواطنين هم اللي بلغوا على الموضوع هذا، واحنا قمنا بالمتابعة للتثبت وللترصد. ما نعرفوش، مش اي مواطن يجيب لك معلومة تمشي تعيط للشرطة واحد الا ما تأكدنا، وقت تأكدنا من صحة المعلومة علمنا الوكيل الجمهورية وعلمنا الشرطة العدليه اللي احنا ديما نتعاملوا معاها مش اول مره، الاسبوع هذا في نفس الاسبوع معهم هما احجزنا كميات مسميد في مخزن في عيشوشه، فما تنسيق بين البلديه والامن، وهذا التنسيق يعني اليوم مفروض علينا، والتعاون هذا يلزم يكون موجود باش احنا نواجهوا هالمحتكرين ونواجهوا هالمصنعين اللي مصنعين ما نعرفش كيفاش تحب نسميهم، عشوائي هذا مش عشوائي، هذا من المصنعين المجرمين، عشوائي مش عشوائي، هذا مجرم، هذا مجرم، ما تعرفش ايش قاعد يعطي لا للحيوانات ولا للعباد، كارثه هذه. فما مواصفات في التصنيع، فما يلزم فما الات، فما مخابر الكنترول مش موجود حتى شيء، كما تشوفوا في وصله خدمه بعلي والله اعلم حتى كيفاش يعمل فيها وشنو المواصفات اللي يخدم بها. في نطاق التنسيق بين جميع الوحدات الامنيه والبلديه والمجتمع المدني والمواطنين والشرطة البيئية، ديما نخدموا مع بعضنا نحن والشرطة البلدية، ديما في تنسيق تام. وردت معلومة على بلدية رواد اللي فما شكون يصنع في الجيل، اللي تعرفوا تو الجيل وأسعاره مرتفعة، فهمت؟ العباد قاعدة تعمل في المضاربة وتعمل في الاحتكار. جينا نشوفوا في التركيبة نتاع الجيل ما فهمنا حتى شيء، ديجا ما لقيناش باس دالكول، لقيناه قاعد يخلط فيه بالبرفانات. لقينا ديجا حتى المواد الاوليه ما لقيناش، السيد ما لقيناهوش باش نثبتوا من الفواتير باش نثبتوا من التركيبه، فما لاحظنا فما مخادعه في تركيبه المنتوج، اذا انه يقول اللي هو مصنوع ميد ان فرانس، معناتها مصنوع بفرنسا، اللي هو قاعد يصنع فيه تشوفوا في مخزن عشوائي هنا في حي الصحافه. وهذا هنا نحن الكل في تصدي تام ليلا نهارا، فهمت؟ مع جميع الاسلاك معانا، فهمت؟ ان شاء الله ربي يوفقنا لخدمه هذه البلاد هذي. هذوما المفروض المواد هذا يتباع كم بالتراخيص، للتراخيص للمؤسسات والمصانع الخاصة اللي عندها رخص باش تستعمل المواد هذه. ومازالت ومش الشركة الواحد موجودة الموزع نتاعها، فهمت؟ اللي يشريها، وعندنا خبيرنا نتاع الصحة البلدية اللي يعرفهم، اللي هو دوب ما شافهم قال هذا برودويات ممنوعة، يعني ما تمشي كم بالتراخيص، فهمت؟ هذوما فما مؤسسات تقوم بالتوزيع هذا للمصانع، هذايا برودويات مواد أولية مستورده من الخارج، المفروض ان المصانع ما تعطيها للتصنيع الا يكون مصنع عنده ترخيص في مواد معينه في باش يستحضر. تشوفوا خويا دي برودوي توكسيك، ديجا راكم من السيني نتاعهم تعرفهم اللي هما توكسيك ديريكت، ما يلزمش فيها خبره هذايا ولا حكايه. هاك تشوف خويا هذوما كلهم برودوي تاخذ بالتراخيص، ما تخدمش هكاك معناها بالي كما لهنا تشوف في جراج هكا ومسايبه، معناها هذوما الكل فيهم طريقه خدمه ويتخدموا في معامل ويلزمهم ناس خبراء. وسافوار عليه هذا مولاي المعمل شي يخدم بالضبط ولا شنو يعمل هنا؟ هذوما ممنوع، اختار حتى على الجيران اللي بحذاه هنا اختار تخدم في معامل سبيسيال، هذا معامل كبار. وكا ان شاء الله ربي يهدي صاحبي. نطاق المجهودات المتواصله في الضرب على ايدي المخالفين خاصه الفتره هذه من احتكار ومخالفات اقتصاديه، امكن بالتنسيق مع السيد رئيس بلديه رواد ضبط مخزن هذا معد لصنع الجيل بطريقه غير قانونيه، وكما شفتوا هذه المواد المحجوزه باش تكون عندها اثر على المواطنين، خاصه باش تسبب لها ضرر اذا تبين بعد اجراء التحاليل وانها مواد كيميائيه ما عندها حتى صله بالمواد التعقيميه، وباش يتم حجز كامل الكميه هذه من المواد واجراء تحاليل عليها لتبيان معناتها مدى تاثيرها على جسم الانسان. وديما بالتنسيق المتواصل مع النيابة العمومية اللي أعطت الإذن بمباشرة الأبحاث وحجز المواد هذه. بالنسبة للوضعية هذه متاع المصنع العشوائي اللي قاعد يقوم في صنع مادة الجيل المعقم هذه، وقاعد يحتكر يقوم بالاحتكار ويبيع في مواد معناتها ما نعرفوش عليها، تو نحن بعد التحاليل تو تثبت لنا اللي هي معناتها غير قانونية،
تم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وفرق الشرطة العدلية بريانة الشمالية بالطبيعة مع سيد رئيس بلدية رواد، وتم توجه لعين المكان حيث تم وجود المصنع هذا يقوم بصنع مادة إسجال معقم في ظروف غير قانونية وغير صحية، باش يتم توا حجز الكمية كاملة ومن بعد توا ناخذوا الأرقام نتاعها ونوجهوها تبع لتعليمات النيابة العمومية معناتها باش تتخذها الشرطة العدلية ويتم تحرير محضر في الغرض وجلب المعني بالأمر وتم تطبيق عليه القانون. We'll be right back.
الكميه نتاع الجيل، الكميه نتاع الجيل المعقم هذا، وباش نحسبوه ونمنوه في فرق الشرطه العدليه. وهذايا السياره نتاعو هو خلاها وغادر، خلى السياره نتاعو لهنا خلاها محلوله، وفيها الكميه هذايا قرابه 1320، هذوما تو 1320 قارورة جيل، بخلاف اللي عندنا الداخل في المصنع العشوائي، باش يتم تو حجز الكميه كامله بما فيها الموجوده في السياره. هذايا معناتها هو كان باش يوزعها الخارج، معناتها المسالك القانونيه. ومعنا الفرقة الشرطة العدلية والتجارة باش يقوموا بالإجراءات القانونية في الغرض. على أساس تعقم أرحام البقرة، يعني هذا مواد على أساس تعقيم، مواد على اساس تعقيم ارحام البقره وقت نحلبوها، يعني كما عاده عامل اللي هو مستورد ومصنوع في تونس بتاريخ 1 وتنتهي الصلاحيه في 22، يعني يجم الفلاح يشري المواد هذايا على اساس يعقم باش يستحفظ على البقره نتاعه، وهو تلقاه ما عندوش صلاحيه وما عنده حتى منفعه، يعني نزيدوا نضروا البقره نتاعنا. غير عادي. هنا ولينا نستهتروا بالامن الغذائي للتوانسه، فهمت؟ ولينا هذايا نضروا في القطيع اكثر من اللي ننفعوا فيه. ربي يهدي. مراقبة.
الوحدات الأمنية والعسكرية وفرق الشرطة البلدية والبيئية لا يزالون يقومون بدور التوعية وفرض الحجر الصحي في كافة المناطق لضمان سلامة الجميع في ظل عدم وعي مجموعة من المواطنين الذين لا زالوا يصرون على خرق الحجر الصحي. Yeah.